تحية للبيع تحية للبيع تحية للبيع تحية للبيع تحية للبيع. قرب يا باشا قرب يا بيه، عندنا تحية للبيع تحية للبيع. بقول لك يا اخينا، بكام هتبيع المعزه دي؟ بثلاث بواكي ان شاء الله. لا لا لا، كتير عليها ثلاث بواكي، المعزه دي هتبيع ثلاث بواكي بس. طب انت بقى ناوي تشتري ولا واقف عشان تتسهر؟ ناوي طبعا اشتري، احنا داخل علينا العيد وعايز اضحي. طب حلو، خلاص الكلام بقى في المعزه دي، انا هحسبها لك ب 2200 ومفيش بعد كده خساره. طب يا عم على البركه، وانا اشتريت منك المعزه، اتفضل فلوسك اهي، امسك عد فلوسك. هات لي. وانا يا عم مش مخونه ومش هعد وراك، عشان انت بان عليك راجل محترم ومستحيل انا تغشني. خد اتفضل الضحيه بتاعتك اهي. باشا هات جاي تعالي. والله ما شاء الله. ماشي يلا سلام عليكم. يبقى بيني لو عبرتك اللي زي دي ما تعبرش الاشكال اللي زيها. طب ثواني بقى عليا يا ابو الصحاب واتفرج. بقول لك يا قمر، ممكن نتعرف؟ طب بقول لك يا موسى، ممكن تجيبي رقمك عشان عايز اتعرف بيكي؟ ازيكم عاملين ايه؟ بص بقى، انا النهارده جايب لكم ضيف جديد وعزيز، عايزكم تعاملوه احسن معامله. ماشي باين عليك كده هيعزوكي احلى عز. يلا خش يلا. فكرة كاملة، أنا هاخد المعزة بتاع الحاج عبد الغني وهديها لبابا، عشان ماما تضرب تسيبوها تاني من صح يا حبيب قلبي. يلا بسرعة بقى، أنت قاعدين مستنيين إيه؟ يلا بسرعة، انزل اعمل لايك الفيديو، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا فيها، فعل زر الجرس عشان أي فيديو ننزله لكم يجي لكم شعار بيه. حبايب قلبي يلا بسرعة انزل اعمل لايك واشتركوا في القناة. يا ربي ليه يا ربي ليه 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 يا الله وفر احتراب يا ربي ليه. خلاص هرمي نفسي من هنا. ايه ده؟ ايه ده يا مدرون؟ انت هتعمل ايه اخر بيتك؟ لا يا ابني انت هتعمل ايه؟ ارجع ورا الله اخر بيتك. سيبني يا حبيبي مالكش دعوه بيا. انت بتعمل كده وعايز ترمي نفسك في البحر عشان مراتك ترضيت بره البيت عشان ما جبتش ضحيه؟ ده قرار طافح. هو انت عرفت انت كمان؟ لا للاسف، بس انا زيك بالظبط. طب انت مستني ايه؟ ما تيلا نرمي نفسنا عشان نرتاح. ماشي فكره حلوه، بس بقول لك ايه؟ نط انت الاول وانا هنط وراك. خلاص ماشي. حصلني يا هي وصلت لكده مش ناطر. عشان هتبعها على العيد. هو انا اي حاجه؟ تمرير على جهه اليمين يا رفيق، عرضيه بتجاه كريستيانو.
هيا حرامي انت كنت عايز تسال المعزه خد يلا. طب ماشي يعني خلصت الكلام يعني هتبيعها بكام؟ عشان خاطرك انت بص يا حقوق وعشان مغيرتك لينا وحسبها لك ب 500 جنيه. اه طب على كده بقى المعزه دي هتنفع تكون ضحيه العيد السنه دي؟ لا طبعا يا حاج انت بتتكلم في ايه؟ ده المعزه دي لسه قدامها لاقل حاجه سنتين ثلاثه عشان تبقى ضحيه. اه طب ربنا يبشرك بالخير معزتك عندك وانا ماشي. سلام عليكم. نزلت قسما بالله. طب انا كده كل ما اخد المعزه دي هتكشف بسبب صوت المعزه دي فلازم اشوف حل في ام المعزه دي ما تعملش صوت عشان اخدها من غير ما حكي عبد الله غني يخس. لازم اشوف حل. يا ابني لا عبالو على دي فكره كانت قوي. هو ده الحل. ده ابوك يا عبد الغني الكلام اللي انت بتقوله ده صح؟ اه والله يا حقوق صح. بس قول لي بس وانت مالك فرحان ليه كده؟ فرحان يا عبد الغني انت مجنن؟ ده انا متاثر في كامل تاثير حتى بص التاثير بتاعي بص. ماشي يا حقوق شد حالك بقى كده بسرعه وخلف رجليك معايا وانا مستنيك. يلا سلام. ماشي يا الواد كلب. حيوان انت يوصل بك الحال انك تسرق المعزه بتاع الحاج عبد الغني اللي جابها لحي العين؟ حيوان متخلف. ولا يا هات المعزه دي جاي هات المعزه. ماشي يا بابا خدها اهي. بص بقى يا عبد الغني هو الحق ما يزعلش فالواد ده غلط ولازم يتغلط فانت معاك الواد وانا معايا المعزه والله المعين بقى. يلا سلام. ايه ده يا حاج حاجة استنى.